نازل بتقول ده مش وقت العاصمه الاداريه او البنيه التحتيه في البلد. طب وقتها امتى؟ طب الناس اللي رجعت كلها من العراق ومن ليبيا وكانت بيوتها تتفتح ازاي؟ وان هنلاقي منين مثلا الناس دي تشتغل؟ الناس اللي بيقول لك ان العاصمه ما كانش لها لازمه يجوا يشوفوا العامل المصري والمهندس المصري عملوا ايه في العاصمه. يعني تعال انت شوف بعينك واحكم. أنا كنت مسافر ليبيا، كنت شغال مقاول حر هناك. اتعرضت لحاجات كتير، حبس وتنظيم داعش وأنصار الشريعة. كنا شغالين وبعد كده جه تنظيم داعش قبض علينا والحمد لله قدرنا نهرب منهم. بس هربنا منهم بعد كده حصلت ظروف تانية وقبضوا علينا أنصار الشريعة بقى. الحمد لله جينا من ليبيا ونجينا من الحرب اللي هناك، حروب الأهلية اللي كانت شغالة هناك، واعتبر حياة جديدة عشتها في مصر، أمان. فالواحد اتحطم نفسيا ان فرصه العمل اللي كان شغال فيها اتقطعت او قفلت. كنت جاي مصر محبط الصراحه. اول مشروع اشتغلت فيه كان مستشفى الدفاع الجوي في عبده باشا، ولقيت فرص عمل حلوه كتير. ولما فتحت المشاريع في العاصمه ابتدينا نتحرك هنا وهنا واشتغلنا كتير، وفي شباب كتيره اللي كان يعني حلم السفر عندها اتقفل، لكن لما جينا واشتغلنا هنا لينا فرص عمل كتيرة والحمد لله كويسة أجمل من بره بكتير. كنت مسافر في ليبيا في 2009 رايح عشان تاكل لهم تعيش، عشان تبني مستقبلك وتكون نفسك وأحلام بقى، أحلام شباب. فلقيت الدنيا بتتدمر من حوالين منك، فنزلنا. فالنفسية كانت ضايعة خالص يعني. احنا قعدنا فترة كده سنتين ثلاثة بعد الثورات كانت الدنيا كلها نايمة، ما توقعناش ان البلد هتنفتح كده في المشاريع. فبدأنا بقى من 2016 ربنا كرمنا والمشاريع كترت وربنا كرمنا واشتغلنا. شاركت في عدد من المشاريع القومية مثل محطات الكهرباء، البرولوس، ابو رواش، العاصمة، واشتغلنا في مترو الانفاق جسر السويس، وحاليا في المونوريل. يعني نفسي اقول للناس ان احنا بنشارك في مشاريع قومية بنعملها في بلادنا كنا احنا شغالين فيها بره، احنا بنعملها بايدينا هنا. مشاريع بتفتح باب رزق لناس كتير واحنا بنفتح بيوتنا منها، يعني بنعمر في بلادنا وبيوتنا مفتوحه. سافرت طبعا من 10 سنين كده، رحنا العراق اشتغلنا فيها شويه ولحد ما داعش دخلت في الموقع، فاضطرنا طبعا كلنا نمشي. فكنا طبعا محبطين واحنا جايين في السكه ان احنا هنلاقي شغل في مصر وهنلاقي الفرص ولا لا. يعني كل واحد كان يائس ساعتها، بالعكس نزلنا الحمد لله الفرص كانت متاحه واشتغلنا فيها والدنيا الحمد لله دارت وزي الفل. لولا العاصمه لمت الناس دي كلها مواقع ومقاولين وشركات ما كانش حد لقى فرصه شغل حاليا. بقالي 5 سنين شغال في العاصمه، اشتغلت في الرمايه، اشتغلت في الاستاد الكرر العاصمه الجديد، دلوقتي الاستاد الجديد. رحنا الابراج الصينيه، اخر حاجه المورال اللي احنا جينا فيها دي. قعدت 3 سنين ادور على شغل لحد ربنا ما كرمني واحد صاحبي قال لي تعالى العاصمه الاداريه اشتغل فيها. رحت قدمت هناك وعملت وقدمت الاوراق واشتغلت والحمد لله. ان شاء الله انا شايف ان العاصمه الاداريه هتبقى حل لمشكله الزحمه في القاهره والتكدس السكاني. العاصمه الاداريه ان شاء الله هتفتح مجال للناس كلها في السكن وفي الشغل وفي كل حاجه باذن الله. وفرت فرص كتيره للشباب الصعيد وادي بحر وكله عامه يعني. اشتغلت في مشاريع كتير، اشتغلت في فندق الماسا، اشتغلت في الاكاديميه، اكاديميه الشرطه. العاصمه الاول ما كانتش كده صحراء، ما كانتش فيها اي حاجه، دلوقتي ما شاء الله فيها مشاريع واستثمارات وخير للبلد وخير للشباب وشغل كتير الحمد لله يعني. لولا المشاريع القوميه دي ما كانش حد لاقي شغل، وما كنتش انا واحد من الناس ما لقيتش شغل، وكان يعني فتحت فرصه عمل لجميع الناس، للشباب وللصعيد والناس اللي جايه من جميع البلاد يعني. هي
هي شهاده تامين على الحياه دي للعماله المنتظمه كانتش موجوده قبل كده، ولما حصلت دي طبعا بتضمن للعامل اللي قدر الله تحت اي ظرف من الظروف ان حقه يرجع له، لما بيخلي العامل يشتغل وهو عارف ان هو يعني متامن. حاجه جميله بتعملها الدوله لشبابها انك انت بتامن عليه في كل حاجه، انك انت بتحس انك انت محمي، يعني بتامنهم من كل حاجه، وتامين ضد يعني الصدمات وضد الاصابات، يعني بتحس انك انت شغال في امان. ده وقت فعلا العاصمه الاداريه، الشباب هيشتغل فين؟ مفيش يعني دول امان زي مصر، الناس كانت خايفه تقرب ناحيه الصحراء، دلوقتي الناس تتمنى انها تقعد في الصحراء دي بسبب العمار اللي حصل فيها. احنا جينا فعلا ايام ما بدانا المشاريع كانت العاصمه تراب، هي الوقت حاجه يعني تدعو بالفخر، مصر بتتبني بلد جوه البلد، بلد جوه البلد، زي ما عمرت بلاد كتير هي قادره تعمر نفسها وتقوم. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له شكرا يا فندم ان انت قدرت تستوعب مشكله مصر وتحط الحلول اللي هي الممتازه ليها. يعني بشكره جدا على فرص العمل الكتيره اللي عملها، والحمد لله البلد استوعبت ولادها وهيت لهم فرص عمل كتيره، يعني احسن من بره بكتير، الحمد لله على كل حاجه. نوجه له كل الشكر والتحيه، لاني انا عايز اقول لحضرتك احنا كنا كام مليون في ليبيا ورجعوا، كنا كام مليون في العراق ورجع، وفي بلاد كتير، الناس ديت لو فيش مشاريع قومية كانت هتعمل ايه؟ أنا بشكر سيادة الرئيس على المشاريع القومية دي لأنها فيها خير للبلد وخير للشباب، والناس مش عارفة كده، بس هي حاجة جميلة جدا لينا، والله الواحد بيحس بفخر إنه اشتغل في مشاريع زي المشاريع القومية دي، لما يعدي كده ويشوف نفسه إن هو كان في المشروع ده كان شغال، ويقول أنا كنت شغال هنا في المشروع ده بإيدي، حاجة جميلة بتخلي الواحد يحس بعزة نفس كبيرة يعني، وفخور بكل حاجة طبعا إحنا عملناها طبعا. بتعدي على كل حاجه خلصت، انت نفسك بتحس ان انت عملت انجازات في البلد. يعني احنا بعد ما شطبنا كده مشروع جسر السويس اللي هو المترو، انا نفسي اقول للناس كلها ما انا شاركت في المشروع ده، انت عامل زي واحد زرع زرعه ونبت وفرحت بثمرتها. وكفايه فرحه بنت ان فص زملاتها في المدرسه قالت لهم ان والدي شغال في مشروع زي المونوريل. دي كفايه دي عندي بالدنيا كلها. باذن الله هننفذ بالعاصمه الاداريه كل الموديل اللي في العالم. أنا شايف إن هي يعني حاجة حلوة يعني وتشرف.